السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. أولاً أشكر لكم حضوركم التضامني مع زوجي الحقوقي المعتقل حسين برويز جواد، أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان. سأستغني اليوم كناشطة حقوقية وعضوة في المنظمة عن تعابير الشجب والقلق، إذ إنني سأتحدث عن زوج محب وفي خلف القضبان. تزوجت حسين ولم أكن قد رأيت والده، ولكن كلامه الدائم لي عنه جعلني أشعر وكأنما عشت معه لسنوات في منزل واحد. برويز الكبير، أو كما يسميه بعض النشطاء برويز الأول، علم حسين على المضي في طريق الحق بلا تنازل أو مجاملة. هو نهج غرسه الأب والأم معا في قلب الابن حتى أصبح يأبى السكوت عما هو ليس بحق. منذ عدة قرون والبحرين ترزح تحت الاضطهاد، وشعبنا قدم الكثير في قافلة التضحيات: قتل، اعتقال، تهجير، تشريد، غربة، فقر، تعذيب، تمييز، معاناة، ألم. نعم، ألم صنع أمل. حسين اتهم بالتحريض على كراهية النظام، وأي نظام هو هذا؟ حسين يكره كل وأي شيء يضطهد، يقمع، يمنع، يقتل، يعذب، ينتهك. ولد هو في 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكأنما تشرب من هذا اليوم ماء عذبا رويا يملأه قوة للوقوف ضد أي كيان يقف ضد حقوق الإنسان. ولد وعاش محروما من أبيه، فأبوه مناضل بامتياز لا يأخذه في الله أو في الحق لومة لائم. رجل هو الآن 60 من الطراز الثوري. زوجي يعشق أبيه، وفوق ذلك يعشق درب أبيه. لن أنادي هنا بحريته، فهو حر في نظري رغم السجن والقيود. فتحية لك يا زوجي العزيز، وتحية لجميع المناضلين في كل بقاع الأرض، ابتداء من أرض الصمود هذه. وأرسل من هنا أيضا تحياتي للرجلين الشجاعين، والد الشهيد علي الشيخ ووالد الشهيد محمود أبو تاكي، الذين يقضيان الآن مع حسين في نفس السجن، فتحية لهما. وأخيرا رسالتي لمن يسمعني: كن صلبا كالماس، مرنا كشجر الصفصاف، متدفقا كالماء، هادئا كالفضاء. وشكرا.